عمل مغامرات ما سبقش لحد تاني انه يعملها، وصل لقمم جبال اتسجلت باسمه لانه ما حدش كان وصل لها قبل كده. الحقيقة انه حتى روحكم اللي انتم موجودين بيها دي تدينا ثقة، او تدينا يعني انتوا اللي بتحسنوا ان احنا لازم نطمن ما نبقاش خايفين قوي. انما لازم تبقوا عارفين حاجة مهمة جدا، انه كل اللي هيشوف الحلقة دي وكل اللي يعرف نيتكم ومشروعكم العبور الأطلنطي بالتجديف هيكون كله حماس وكله دعوات وكله تشجيع. يعني هيبقى فيه أكتر من 90 مليون حد بيتشيروا بيقولوا جو عمر جو عمر، حتى لو مش سامعينهم بودنكم. تأكدوا إنه كل الناس هتبقى بتشجعكم وبتدعي لكم وبتحمسكم عشان توصلوا للضفة التانية من المحيط الأطلسي. يعني لازم نعمل احنا سلوجن او هاشتاج جو عمر. ومرة تانية، المغامرة مش بعبرة انت هتخلصها امتى، انك بتحاول تعمل حاجة جديدة وتوسع قدراتك وقدرات اللي جايين بعدك. قد ايه فخورة بيكو، خايفة عليكو بس كمان متحمسة لكم. عمر نور.